Hello everyone, welcome to my YouTube channel. السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم عندي في لاشين يوتيوب. قبل ما نبداو اليوم بغينا ندير واحد الفيديو ونشجعوا فيه الدراري يستمروا في بزاف ديال الحوايج. انا ما كنهضرش على التستمر غير في لونجلي، ولكن تستمر في بزاف ديال الحوايج. الناس اللي اول مره غادي يتفرجوا فيا، اللي غادي يشوفوا اول مره غادي يشوفوا الفيديو ديالي، انا بروف ديال اللغه الانجليزيه، I'm a teacher. الناس اللي غادي معنا كنقري الدراري سواء في يوتيوب يعني، ولا اللي كنقري يعني اوفلاين خارج على الانترنت، عارفيني. الناس اللي اول مره غادي يعرفني، انا بروف ديال اللغه الانجليزيه، واليوم درنا واحد الفيديو انا بغينا نهضروا على مجموعه ديال الاشياء اللي هي مهمه بزاف. الله يرضي عليك، وهذا الشيء اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو. حاول تفرج في الفيديو حيت غادي نطرقوا لبزاف ديال النقاط اللي انه غادي يهمك انت وغيهموني انا. يعني انا ملي كنقول واحد الحاجه، ملي كنجي مثلا كننصح شي واحد، راه ماشي كنجيو كننصحوا، راه كننصحوا وكننصح راسي، يعني كنذكر راسي انني انا خصني نستمر في بزاف ديال الحوايج. الا بغينا نهضروا على لونغ، اللي هي الاولى بعدا، اللي هي كتعتبر واحد اللغه اللي هي اساسيه بزاف، خصوصا دابا، وهي اللي غادي تكون اساسيه في المستقبل. يعني راه يقدر الفرنسيه ما تاكديش، ولكن يقدر الفرنسيه غادي تمشي وغادي تبقى لونغ، ولونغ هي اللي خدامه اصلا. واللغه الانجليزيه الله يرضي عليك راه من بين اللغات اللي هي سهله في التعلم. يعني الا لقيت شي بروف انه يوصل لك الفكره ببساطه، راه غادي تعلم بالزربه، يعني غادي تعلم بزاف. هادشي كنهضروا على اللغه الانجليزيه اللي قدرت تغير حياتك. اشنو كنقصد باللي قدر تغير حياتك؟ انا ما كنهضرش عليك سواء انت مثلا، ولا انت اللي كتفرجي فيا مثلا كتقراي ولا ما كتقراش، ولا داير صنعه، ولا داير المهم كتخدم في اي حاجه، راه اللغه الانجليزيه كتعتبر واحد الحاجه اللي خصك تعرفها. بزاف ديال الناس كنجلسوا معاهم كتقول لي يا ودي خصك تعلم شي حاجه، تعلم مثلا اللغه الفرنسيه ولا تعلم اللغه الانجليزيه، وجا كيجي شنو كيقول لك؟ كيقول لك اودي انا فاش الناس كيقراو انا ما كاينش، يعني مشى الحال. لا الله يرضي عليك، شوف انت ولا انت قادر انك تعلم اللغه الانجليزيه. كما قلت راه هضرت على بزاف ديال لي فيديو، انه الناس تبعونا، الناس في عمرهم 60 70 سنه، وهذا الشيء كيفرح بزاف. يعني انه الانسان باقي عنده امال غادي يتعلم، وقرينا مع الناس في لي سونتر امريكان مثلا، قريت فيه، قريت مع الناس 70 سنه، يعني شوف 70 سنه وباقي بغى يتعلم. وهذا شوف الله يرضي عليك، انت باقي حي خصك تعلم. وبغينا نهضروا على واحد النقطه ديال بزاف ديال الناس كيقلبوا هاو تو تشينج يور لايف، كيفاش غادي نغير مثلا، كيفاش تغير حياتك، هاو تو تشينج يور لايف، كيفاش غادي نشريو كتبه ديال 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 التنميه الذاتيه. فعلا هي شي حاجه مزيانه، ولكن بعض الناس كيهضروا بلي انه داكشي ديال التنميه الذاتيه ما كنهضرش. It's a fake action. Fake action. What is fake action? شنو هو fake action? Fake action هو واحد الاكسيون اللي هو غير حقيقي. كيفاش غير حقيقي؟ مثلا انت فاش كنقرا هذاك الكتاب، عندي I have many books، عندي بزاف ديال الكتب ديال التنميه الذاتيه، How to change your life for example، عندي بزاف ديال الكتب اللي كيهضروا على التنميه الذاتيه. ولكن الله يرضي عليك، ما تنساش واحد الحاجه ملي كتقرا مثلا، غنهضروا على النقطه ديال التنميه الذاتيه، هي تري بيان مزيان، ولكن الا ما بادرتيش دير واحد لاكسيون، دير نوض تخدم، نوض دير شي حاجه. مثلا ملي كنقرا، علاش سميتو فيك اكشن؟ فيك اكشن يعني ملي يعني واحد لاكسيون، واحد الحدث كتحس بحال الا كديرو ملي كتقرا داك الكتاب. اللي اتفق معايا يديرها في كومونتير، الله يرضى عليكم. كنقرا داك الكتاب، خصك تفيق مع 6 الصباح، خصك تقرا هادي، خصك دير هادي وتنوض تمشي هادي، وكتحس بواحد، كتحس يعني بواحد الموتيفاسيون، راه هادو كيتسماو الموتيفيشن بوكس، يعني الكتبات ديال الموتيفاسيون كيشجعوك انك دير بزاف ديال الحوايج. شوف الله يرضي عليك، الحاجه الوحيده اللي خصك دير، خصك تنوض تطبق هذاك الاكسيون. مثلا قريت هذاك الكتاب فيه يو هاف تو جيت اب ات 6 o'clock in the morning، خصني نفيق مع 6 الصباح، خصني نفيق مع 6 الصباح. كنقرا انا في الكتاب بلي انني غنفيق مع 6 الصباح، وكنصدق انا مع 6 ل 10. ملي كنهضر على شي كنهضر حتى على راسي، راه ما كنلومش انا شي واحد، يعني راه كنهضر، ملي كنهضر الله يرضي عليكم راه كنحط انا راسي في بلاصتكم، يعني ماشي كنجيو سميتو. يعني خصك تخدم، خصك تبدل العادات ديالك اللي كدير افري داي. مثلا انا مثلا كندير واحد الحاجه واحد عام هادي، وشت حياتي ما تبدلاتش، راه ما خصنيش ندير نفس الشيء. كيقول لك الغبي هو من يفعل نفس الشيء، ربما الا كانت هذه فعلا صحيحه، الغبي هو اللي كيدير نفس الشيء وكينتظر
نتائج مختلفه، يعني كتنتظر نتائج مختلفه. انت كتنوض مع تسعود every day for example you get up at 9 o'clock and you go to bed at 12 or you know at 2 o'clock كتفيق مع 10 وما كتنعس حتى الجوج ولا ثلاثه. ونفس الشيء مثلا 4-5 years الخمس سنين وانت باقي كدير the same thing، باقي كدير نفس الشيء وباقي عندك الطموح. مثلا ملي كندوزو مثلا كنخرجوا للزنقه كيبان لنا واحد عنده طوموبيله واعره وكتقول ليه بغيت نكون بحاله، بغيت تكون اي شوف راه ماشي صعيبه، راه ماشي حاجه صعيبه، ولكن خصها شويه ديال 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 الاستمراريه وشويه ديال القتال. مثلا انا نعطيك كاين بزاف ديال الامثله اللي ممكن نقولهم، ولكن واحد الحاجه اللي غادي نهضر عليها الله يرضي عليك هو خصك تنوض وتخدم، تخدم وتحاول تغير تغيير ديال الحياه. مثلا انا مثلا في لاشين يوتيوب كنت في الاول بديت لاشين يوتيوب بغيت نخدم مع الدراري وهادي، وبديت واحد شهرين وكنشوف حتى واحد ما كيتفاعلش معايا. جلست تخيل حبست واحد لا بيريود ديال 9 شهور ورجعت من بعد رجعت بقيت كنلوح ايفري داي كل نهار، ولاو الناس كيدخلوا عندي ولاو الناس عجبتهم الطريقه باش كنشرحوا ولاو الناس غادي معايا مزيان، واش كيشجعنا بزاف. وكتكون واحد النقطه اللي هي انا براسي يعني كتشجعني نزيد لقدام ونزيد نخدم مع الناس ونزيد، وهادشي كيفرحني بزاف. اول حاجه الله يرضي عليك الا بغيتي تمشي مزيان خص ما يكون فيك الحق الحقد وما تكونش الكراهيه، وخصك تبغي الخير للناس كاملين وتحاول تعاون الناس يعني على قدر المستطاع. وخصك بزاف ديال الحوايج ملي كنهضروا على تغيير ديال الحياه، سمعني مزيان الله يرضي عليك، تغيير ديال الحياه راه ما كيجيش بين ليله وضحاها، كيخصها شويه ديال الوقت. مثلا ملي كنهضروا على اي حاجه بغيتي تعلم اي حاجه كتاخذ منا شويه ديال الوقت الله يرضي عليك. بغيتي تعلم اللغه الانجليزيه اللي كتعتبر، غادي نهضر على هذه النقطه ديال اللغه الانجليزيه اللي كتعتبر واحد الماده اللي ولا واحد اللغه اللي هي كتعتبر مهمه بزاف في الحياه ديالنا. علاش انها مهمه في الحياه ديالنا؟ حيت تلاقيت مع الناس ندموا ما تعلموهاش، ندمو ما تعلموهاش. راه ملي كنهضر على التعلم الله يرضي عليك ما كنقصدش بها مثلا انت كتقرا ولا ما كتقراش، بعيد خليني من الفكره ديال القرايه. راه حنا الشعب الوحيد اللي كيقرا باش يخدم الله يرضي عليك، ولا كيمشي ما كيقرا واحد الحاجه حتى كيوقف عليها. بزاف ديال الناس كنخدم معاهم وكيعرفوني ماشي زعما حتى كيوقف على اللغه عاد كيجي كيقراها. يعني كتلقاه مثلا كتكون عنده واحد الفرصه بغا يمشي لبرا، بغا يمشي الناس مثلا بغاو يمشيو لكندا ولا بغاو يمشيو لليونايتد ستيتس ولا بغا يمشي لهنا، عاد كيجي كيوقف كيقول لك استاذ بغيت نتعلم اجي كيفاش. راه لا الله يرضي عليك، داكشي كتبغي شويه ديال الوقت. هضرنا على الفيديو ديال النصائح ديال اللغه الانجليزيه، انه انك النصائح اللي خصك دير هو انه قلت لك غير 5 دقائق في النهار. يعني ملي كنهضروا على واحد الحاجه نقول لك انا نعطيك واحد المثال، بحال مثلا واحد الطائره الا بغات طير مثلا من واحد البلاصه لواحد البلاصه، راه الا غيرت على الاتجاه غير بواحد شويه ومع المده كتلقى راسها خارجه على البلاصه اللي غادي تنزل فيها. علاش قلت لك هذا المثال؟ قلت لك شويه بشويه كتلقى راسك واحد النهار مثلا after 3 years or 1 year it depends على حسب عام ولا عامين، كتلقى راسك واعر غادي مزيان. داكشي علاش؟ انك انت راه ماشي ما قادرش تعلم اللغه الانجليزيه، راه قادر تعلم اللغه الانجليزيه وعندك. واللغه الانجليزيه كما قلت راه كتعتبر واحد الماده اللي هي ساهله بزاف، راه ماشي شي حاجه. الناس راه كيكبروا دابا كيشوف دوك الامريكيين وكيشوف هذاك كيقول ليه واو كيهضر باللغه الانجليزيه، كتلقى كيقول I want to go there you know this is you know one of them etc. كيهضروا بهذه الطريقه كتقول لي ما يمكنش نكون انا بحال هكاك واحد النهار. انا واحد النهار بغيت نهضر انا على راسي، راه دائما ملي كنهضر الله يرضي عليك راه ما كنلومش انا شي واحد ولا كنهضر على شي واحد، كنهضر على التجربه ديالي. تخيل واحد النهار، تخيل واحد النهار كنت تيربل ان انجلش، كنت كاتاستروف في اللغه الانجليزيه، كنت عيان. والحاجه اللي خلاتني انني نتعلم اللغه الانجليزيه راه بعض المرات تسمعوا مزيان باش نهضر على هذه النقطه، بعض المرات شي حوايج كيكونوا كيقيسونا في حياتنا، ولكن كيكون واحد النقطه اللي كتشجعنا نوضو. علاش غنهضر على هذه النقطه ديال علاش انا واحد النهار يعني درت التخصص ديال اللغه الانجليزيه وقريت اللغه الانجليزيه ودابا وليت بروف ديال الانجليزيه. كنت واحد النهار عيان في الانجليزيه، ما كنعرفش كنهضر على شي ربما غادي نكون اكثر منك انت اللي كتسمعني ولا انت اللي كتسمعيني اللي ما عارفه والو، يعني راه بحال يعني بحالك. يعني واحد النهار الناس اللي كيقول لي شحال هذه ما راه ربما انا واحد المده ما كنتش كنجيب نقطه مزيانه في لونجلي. والحاجه الوحيده اللي خلاتني انني ندير لونجلي، الحاجه الوحيده اللي خلاتني هو واحد صاحبي
ربما راه كيعرفني وربما كتفرج بيا دابا، باغي نورمال هادشي عادي جدا. يعني انا ملي كنقول شي حاجه من قلبي يعني يتقبلها واحد ولا ما يتقبلهاش، راه حقائق راه باينه. اللي وقع ليا، كنت ديك الساعه قلت لها ودي كنت بغيت نتعلم اللغه الانجليزيه، ولكن my English was terrible. كنت ميت، ما كاينش. وعندي واحد، بغيت نسولو على واحد الكلمه، بغيت نسولو على، باقي كنتذكر هذا الشيء تقريبا شي 7 years، واحد 7 سنينات. راه كنقول لك راه ماشي انا استاذ ديال لونغلي مداتي، ولكن الحمد لله طورنا راسنا. سولتو قلت لي، وكان عقل على الكلمه اللي سولتو، قلت لي شنو هي بيوتيفول. بيوتيفول يعني زوينه، بيوتيفول جميل ان جنرال. وبقى كيضحك، وضحك عليا، بقى كيضحك، وانا داكشي ما رضيتش، وداكشي قاسني، ما بغيتش هكاك فهمتيني، ما بغيتش واحد يضحك عليك، انه العلم انك الا شرحتي لي شي حاجه راه يعني غادي الاجر. وبالعكس انا كنكون عزيز عليا الانسان اللي ما عارفش شنو نوري. وبقى كيضحك عليا وما بقيتش سولتو، وصراحه جاوني الدموع ديك الساعه وبكيت فعلا. علاش؟ حيت احتقرني، واي واحد ما كيعجبوش انه واحد اخر يحتقرو. هذه واحد النقطه باش نهضر عليها يعني. ونط درت السوايع ديال لونغلي، قريت مع اساتذه واعرين زعما، وباقي كنشكرهم الى يومنا هذا. المهم بزاف ديال الاساتذه، وكاينين شي وحدين واعرين طوب، قرينا معاهم ومشيت درت السوايع، وهذه شويه درت سونتر امريكان، وليت بيرفكت، وليت واعر واحد المده. ولكن خدات واحد المده، يعني خدات واحد المده ديال 8 شهور ولا 9 شهور، وليت غادي مزيان. وتخيل واحد، غنقول لك واحد النقطه ربما غادي تصدقها، تخيل هذاك الشخص رجع عند، كيولي كيرجع عندي كيسولني على شي كلمات اللي ما كيعرفهم وكنشرحهم ليه. يعني شوف كما كيقولوا، ينقلب بس السحر على الساحر ان صح التعبير. يعني راه ممكن تغير حياتك، الله يرضي عليك، ممكن دير واحد جامبين، واحد تنقز واحد النقزه، يعني في واحد المده خصك واحد المده، راه ممكن، راه الوقت راه ما كاينش تبدل حياتك غدا ولا بعدا، راه كتاخذ شويه ديال الوقت. راه الا بغيتي تميتريزي واحد الحاجه على الاقل يعني تشدها مزيان، خصك على الاقل 6 شهور. 6 شهور يعني تكون مداوم، يعني واحد النهار واحد النهار لا، ولا واحد النهار افري داي، وما تاخذش بزاف ديال الوقت. بحال مثلا هضرنا على اللغه الانجليزيه، كاين اللي كينوض مثلا ساعتين وهو جالس هادو كيتعلم، ابخي شنو كيوقع ليه؟ كيحس بالارهاق وكيحس بما شد والو، وفعلا ما غاتشد والو في ساعتين الا درتيها اليوم وجلست شهر. ولكن انا ما كنصحش بساعتين ولا 3 سوايع، كنصح فقط ب5 دقائق، لانه خصك ديرها، وراه الناس راه تبعونا وكيديروا 5 دقائق وغادي مزيان، غادي مزيان. والناس كنقريهم ابار اونلاين، كنقريهم 3 سوايع في السيمانه. كاين اللي كتقول لي 3 سوايع مثلا، حتى في لي سونتر كتقول لي 3 سوايع، كنقول لك اش غنتعلم 3 سوايع؟ وراه كافي 3 سوايع الا كانت يعني مدومه واحد المده. داكشي علاش راه اللغه، وغادي نقول لك علاش الناس، لانني انا صادفتهم في الحياه، تلاقيتهم وكيجي كيقول لي بحال واحد كيما راه هضرت عليه، اللي قلت لك كان دبروا ليه شي نصارى على خدمه، وقالوا لي خصك لونغلي، قال لهم ودي انا عندي مع الفرنسي، قالوا لي لا خصك لونغلي. وشحال من واحد حرماتو الانجليزيه، ما كان تصدم يعني من بعد واحد المده، انه كيقول انا صافي راه ما غاديش نحتاج هاد لا لونغ، ما غنحتاج غنمشي للخدمه تماره. راه تماره ماشي عيب باش نهضروا على النقطه، كلنا دوزنا تماره ودوزنا بزاف.